فقرتنا الميدانية بنروح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عن بدء التوزيع الفعلي ل 114 قسيمة سكنية بمساحة 400 متر مربع في مدينة جابر الأحمد. وأشار وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى أن المؤسسة تختم توزيعات القسائم ال 114 يوم الأربعاء الموافق 8 مارس لعام 2023، مؤكدا أن توفير هذه البدائل السكنية للمواطنين جاءت حرصا من مجلس إدارة المؤسسة على تحقيق رغبات المواطنين وتوفير الرغبات المناسبة لهم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهواء مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي. صباح الخير فهد، ويا ريت لو تطلعنا أكثر على أو حول هذه القرعة. صباح الخير زميلتي إسراء، تحية لكم والمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيون دولة الكويت. فعلا تسابق الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء وبإشراف من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السيد عمار العجمي. الزمن في سبيل توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال المشاريع الإسكانية المتعددة في محافظات البلاد، في مدينة المطلع وسعد العبد الله وجابر الأحمد وصباح الأحمد وغيرها من المناطق الأخرى والمشاريع الجديدة، في صورة تؤكد الحرص الحكومي الكبير على توفير المسكن الملائم للمواطنين. واليوم فعلا تبدأ القرعة لمدينة جابر الأحمد من خلال توزيع 49 قسيمة من إجمالي 149 قسيمة في مدينة جابر الأحمد، في صورة تؤكد سعي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شكل دائم إلى استمرار التوزيعات وتدفق المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البلاد. اليوم يعني يسعدنا بأن نستضيف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السيد عمار العجمي للحديث عن قرعة مدينة جابر الأحمد الجديدة والمشاريع الإسكانية الجديدة والتي تأتي بدعم كبير من القيادة السياسية ومجلس الوزراء. صباحك الله بالخير معالي الوزير، جهودكم كبيرة في مجلس الوزراء وبدعم كبير من القيادة السياسية في سبيل توفير المسكن الملائم للمواطنين، واليوم من بوابة مدينة جابر الأحمد ماذا نقول بالنسبة لقرعة اليوم وجهودكم لتوفير المسكن الملائم للأسرة الكويتية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكرت بتوجيه من القيادة السياسية سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما، وكذلك مجلس الوزراء من سمو رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقا من حرص المؤسسة على توزيع اليوم 49 قسيمة في جابر الأحمد من ضمن 114، والدفعة الثانية بإذن الله يعلن عن الأسماء في تاريخ 1/3، والقرعة الثانية ستكون يوم 8/3. وهذا الأمر يعني يسعدنا ويثلج صدورنا، ونقول لأهالينا مبارك المنزل مقدما، وبإذن الله لن نألو جهدا حتى يغلق هذا الملف ونكون سببا بعد الله عز وجل في حل الأزمة الإسكانية. هناك جهود قادمة وبتوجيه كما ذكرت من القيادة السياسية سواء سمو الأمير أو سمو ولي العهد، وحرص كبير على توفير المسكن الملائم للمواطنين، ولا نملك إلا أن نكون يعني لهم سندا، وكذلك لإخواننا والمواطنين، وبإذن الله نضع بصمة في هذا الأمر وهذا الملف اللي يؤرق كل بيت.
وأسأل الله عز وجل أن يوفق وييسر الأمر ونكون سببا لإغلاق هذا الملف. نعم مع الوزير، منذ توليكم الوزارة سعيتم بجدية لإنجاز يعني البنى التحتية وإطلاق التوزيعات في مختلف يعني المشاريع سعد العبد الله، وأمس كنت في جولة في مدينة المطلع. ماذا يعني أو كيف سيكون المشهد المستقبلي للقضية الإسكانية في دولة الكويت مع توالي التوزيعات في مختلف المشاريع؟ كما ذكرت أن هذا الجهد أقل من الأمر اللي المأمول، ولا زال هناك الكثير اللي يعني بالنا نحن نسويه. قبل يومين أعلننا عن مناقصة البنى التحتية لما يفوق 24,000 قسيمة في جنوب سعد العبد الله، وبالأمس قمنا بزيارة ميدانية لمدينة المطلع اللي فيها 12 ضاحية وقرابة 29,000 أسرة كويتية بإذن الله تعالى. 8 قطع بدأ العمل فيها والبناء، وبانتظار 4 قطع بإذن الله خلال يعني الشهرين القادمين يحسم الأمر ويعطون الإذن بالبناء متى ما توفرت السيولة في بنك الائتمان. وسيكون هناك الكثير من المشاريع وبرؤية جديدة بإذن الله، وأكرر بتوجيه من القيادة السياسية سوف يكون هناك يعني حلول قريبة وقريبة جدا لإغلاق هذا الملف. ما الكلمة يعني الأخيرة التي توجه لكافة طالبي الرعاية السكنية في دولة الكويت مع الوزير؟ أسألهم الدعاء أن يدعوا لنا أن الله عز وجل ييسر الأمر لما في يعني خير البلاد والعباد. نعم. كل الشكر لك مع الوزير، ونتمنى لكم كل التوفيق والازدهار إن شاء الله. يسلمك، شاكرين لكم وشاكرين للأخوة في وزارة الإعلام. نعم. كل الشكر والتقدير لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السيد عمار العجمي، والشكر موصول لكل الجهود الحكومية التي تبذل من أجل توفير المسكن الملائم للمواطنين. إسراء، هذا كل ما لدينا من قرعة مدينة جابر الأحمد، وكنا مع الوزير عمار العجمي. إليكم الميكروفون من جديد. إذن مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي، شكرا جزيلا لك، وبلا شك الشكر موصول لمعالي الوزير أيضا. مشاهدينا، فاصل ولنا عودة.